نقول الحياة حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة وحياة الإنسان في بطن أمه، أربعة أنواع. الحياة أربعة أنواع: حياة الإنسان في بطن أمه، حياته في الحياة الدنيا، حياته في البرزخ، حياته في الآخرة. أربعة أنواع. حياته في بطن أمه حياة ضعيفة، لا يسمع ولا يبصر ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يتلذذ، إنما يأتيه الطعام من جهة السرة، الحبل، حبل السرة مشتبك بالرحم يتغذى من دم أمه. ولهذا نجد الأم الحامل تكون ضعيفة، حتى إنه يجوز أن تفطر في رمضان إذا خافت على الولد. الحياة هذه ناقصة. حياة الدنيا أكمل، يأكل الإنسان فيها ويشرب ويلبس وينكح ويتلذذ ويسمع ويبصر ويعلم، أليس كذلك؟ طيب حياة البرزخ، نعم، وهذه الحياة تختلف عن الحياة الأولى. حياة البرزخ أكمل من حياة الدنيا لمن كان مؤمنا. الله يجعلنا، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. حياة البرزخ أكمل من حياة الدنيا لمن كان مؤمنا. ليش؟ لأن الإنسان في قبره إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك فقال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ويمد له في قبره مد البصر، يفسح له في قبره مد البصر. ولهذا إذا خرج الميت من بيته وهو مؤمن قد بشر بالجنة عند الاحترار، تقول نفسه قدموني قدموني. ليش؟ لأن أمامها خير من الدنيا كلها. إذا كان غير ذلك قال يا ويلها، قالت النفس يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، لأنها بشرت عند الاحترار بالنار وغضب الجبار، نعوذ بالله من ذلك. وهناك فرق بين حياة البرزخ وحياة الدنيا، لكن نعيم البرزخ أكمل من نعيم الدنيا، إلا أنه دون نعيم الآخرة، لأن النعيم يكون على الروح وحدها وربما تتصل بالبدن أحيانا، لكن نعيم الآخرة إذا حشر الناس لا يحزنه الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وإذا دخلوا في الجنة رأوا من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. تعلق الروح بالبدن في الحياة الآخرة أكمل من تعلقها بالبدن في البرزخ، ومن تعلقها بالبدن في الدنيا، ومن تعلقها بالبدن في بطن أمه. فأنواع الحياة أربعة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.